السلام عليكم، معكم الدكتور هلال. يا رب تكونوا جميعا في أحسن صحة وأسعد حال. النهاردة بجاوبكم على الأسئلة اللي جت على اليوتيوب خلال أمس وأول أمس، يعني بحاول بقدر الإمكان أني أجاوب على شكل فيديو على أساس بسرعة أجاوب، ولأن الكلام أسهل من الكتابة. فاللي بيحط سؤال يبقى يتابع معايا الإجابة على الأسئلة خلال اليوم التالي أو اليوم اللي بعده، أكيد هيلاقي سؤاله موجود في الفيديو اللي أنا بعمله. وبرضو إن شاء الله بكتب بوست بقول فيه إن أنا هجاوب على الأسئلة بتاعت النهاردة وأمس مثلا في الفيديو اللي جاي، على أساس تبقوا عارفين اللي حط سؤال عارف إمتى هيتجاوب على سؤاله. فالسؤال الاولاني، طبعا قبل ما ابتدي برضو اقول لكم صباح الخير، اقول للناس اللي الدنيا عندها صبح صباح الخير، والناس اللي الدنيا عندها ليل مساء الخير، ونبتدي بعون الله نبتدي نحل الاسئلة. ويمكن لو مشيتوا كده على الاسئلة بسرعة، ما زال الاسئلة برضو الاغلب منها هو عن مرض الايدز. فخلينا نشوف اول سؤال جه تحت فيديو اسمه دواء فعال لكوفيد 19، أعلن عنه اليوم. ما اسمه هذا الدواء؟ وما يمكن مش فاكر كان عن أنه دواء، لأن في أدوية كتير للأسف أعلن عنها إنها فعالة، ومع التجربة لقوا إنها ما مش فعالة. يمكن الدواء ده اللي هو الكولشيسين، يمكن الفيديو ده كان بيتكلم عن الكولشيسين. فواحد بيسأل بيقول إيه، هل يمكن لشخص مصاب بداء فقدان المناعة أن ينقل العدوى لشخص سليم بواسطة جرحه بأظافره؟ برضو السؤال يعني اللي أنا فاهمه إنه بيتكلم عن إيدز. المهم، او نعتبر انه بيتكلم عن اي مرض مرض معدي ادى الى فقدان المناعة. فقدان المناعة في حد ذاتها مش مرض معدي، يعني انت لو ما اكلتش فيتامينات ومعادن مناعتك هتقل، لو ما اتغذيتش كويس لفترة طويلة مناعتك هتقل، لو عشت حياة رخوة وما فيش مجهود عضلي ولا رياضة مناعتك هتقل، لو عندك سكر او مرض مزمن مناعتك هتقل، كل ده ما بينقلش العدوى. لكن افترضنا ان فقدان هذه المناعة بسبب مرض معدي زي الايدز او اي مرض بيؤثر على المناعة وبيخليها ضعيفة، هل ممكن هذا الشخص انه يعدي شخص اخر باظافره لما يجرحه باظافره؟ بصفة عامة لا، الا لو كان الجرح شديد جدا وغائر جدا والاتنين بينزفوا ماشي، لكن لو واحد منهم ما بينزفش ما تنقلش العدوى. طبعا يعني سؤال ده من ضمن الأسئلة اللي هي من باب الدردشة زي ما بيقولوا، لكن عمليا ما فيش حاجة زي كده بتحصل. السؤال اللي بعد كده في فيديو الرد على أسئلة المتابعين، أين يوجد علاج الإيدز النهائي؟ واحد بيسأل تقريبا، فأخونا بالقرآن لا، ده بيدي معلومة ومعلومة صادقة طبعا، وتدخل بعد يعني بيقول القرآن الكريم ماشي، والعسل والحبة السوداء والرياضة صحية مثل الجري والسباحة والمشي نعمة بالله، كلامه صح. ليه بقى؟ القرآن الكريم يدخل تحت بند، احنا قلنا الأسلوب الحياة الصحي، واحد الطعام الصحيح هنا يندرج تحته العسل والحبة السوداء، اثنين النوم السليم، ثلاثة الرياضة ماشي. طب القرآن الكريم بقى يدخل تحت أني بند من دول؟ احنا قلنا برضو النوم السليم مش هيجي للإنسان اللي عنده أرق وتوتر وعدم ارتياح، فالقرآن الكريم بيدينا نوع من الطمأنينة بالنسبة طبعا للمسلمين، بيدي نوع من الطمأنينة والسكينة وراحة البال، ودي من العناصر أو الأمور اللي بتخلي الإنسان لما ينام مرتاح، ينام مغمض عينيه مرتاح البال، وينام نوم عميق ويحلم أحلام سعيدة كمان. فكلامك صح. المصاب بفيروس الكبد الوبائي يعمل ايه؟ ده الفيديو ده مهم جدا لأي واحد مصاب بكبد وبائي، لأن فيه الإجراءات اللي هو المفروض يعملها وهي سهلة عشان يبقى هو اولا يتحسن ويبقى كويس وما يعديش اهل بيته او الناس المقربين اليه. السؤال هنا، انا من الجزائر،
أنا من الجزائر. مؤخرا عرفنا مرض زوجي. هي ست بي كأي لي، والله ما فاهم آخر جملة، كأي لي يقدر يعاون. الله يكون في عون اللغة العربية، اتبهدلت اللغة العربية. معلش على فكرة، ما اعرفش انا غصبا عني كده بتضايق لما الاقي يعني، يلا معلش يعني. هل هو مثلا استهتار ان اللي يكتب السؤال ما يفكرش يقراه بعد ما كتبه وبعدين يصححه، ولا فعلا جهل شديد جدا باللغة العربية بحيث انه مش قادر يدرك ان الجملة بتاعته دي ملهاش معنى؟ اول حاجة فهمنا منه ان عند جوزها مريض، فنقدر نقول له ربنا يعافيك ويشفيك، لان ما فهمتش هي عايزه ايه. اللي بعد كده بيتكلم عن التهاب البربخ. التهاب البربخ ده برضو الاجابه على اسئله المتابعين، بس العنوان بتاعه التهاب البربخ والم الخصيه. من فضلك دكتور شربت ادويه، من فضلك دكتور شربت ادويه القولون قبل التحليل بي دبليو بقليل، هل يتاثر بالادويه او لا من فضلك؟ طيب ما قالش حتى تحليل ايه. بصفة عامة لو يعني انا هفترض انه بيتكلم عن تحليل الايدز، ماشي، بما انه هو ايه النجم بتاعنا، الستار موفي، الموفي ستار بتاعنا، فبنتكلم عن الايدز افتراضا، يبقى ما بيتأثرش التحليل لما يكون سلبي باي شيء، لا بادوية ولا باي حاجة ولا بمرض تاني ولا باي حاجة. السؤال الاخر عن تحليل الايدز، ما احتمال الخطا فيه؟ الفيديو ده لما عملته انا فاكر كنت بقول لكم يا اخوانا تحليل الايدز لا يمكن يحصل فيه خطا، لان دقته عاليه جدا، وتحاليل الايدز يمكن سبحان الله ربنا عالم هي من التحاليل الاكثر دقه واكثر حساسيه على مستوى التحليل في مجال الطب كله. يمكن احنا بنعاني من الكوفيد، تحاليل الكوفيد بتاعت الانتي بوديز الحساسيه بتاعتها 60% و70% والتخين فيها 85%. يعني تعمل ل 100 واحد مصاب فعلا يطلع منهم هم مصابين ال 100، تعمل لهم تحليل يطلع منهم 30 واحد او اكتر او اقل سلام، لان هم مش حساسين. لكن تحليل الايدز حساس جدا جدا جدا. فالسؤال اللي تحت هذا الفيديو بيقول ايه؟ بيقول نريد تعليمات عن اخذ للعلاج، وممكن المصاب يتزوج ولا؟ بيتكلم برضو عن الايدز مع انه حسب عنوان الفيديو. يبقى تعليمات عن اخذ العلاج، تعليمات الاخذ العلاج دي هتاخدها لما تروح المركز المتخصص في علاج الايدز، المصحه هتديك العلاج وتقول لك تاخده ازاي، وتديك منشور كده بالتعليمات او الاجراءات اللي تعملها، واهمها انك تلتزم باسلوب الحياه الصحي، وتلتزم باسلوب الحياه الصحي، تلتزم باسلوب الحياه الصحي، بعيده 3 مرات لان دي اهم خطوه. بعديها الخطوه الثانيه تلتزم باخذ العلاج كما وصف بالظبط. ثالث خطوه تلتزم بالمتابعه حسب ما يقولوا لك، قالوا لك تعالى بعد 6 اشهر تروح بعد 6 اشهر وهكذا. وممكن المصاب يتزوج او لا، اظن جاوبنا عليه قبل كده، قلنا ممكن يتزوج ويخلف بدون اي مشكلة بشرط انه يكون ملتزم بالكلام اللي احنا قلناه، واحتياطيا بيستخدم الكندوم عشان برضو من باب الاحتياط، لكن يقدر لو وصل التحليل بتاعه undetected يقدر يعيش حياة طبيعية. متى يكون ده الفيديو ده، متى يكون تحليل فيروس الايدز قطعيا؟ على فكرة طبعا في مقال انا كاتبه عن الموضوع ده، واضح جدا جدا امتى التحليل ده يكون قطعي وامتى تعمله يعني وهل في خطأ ولا لا، والكلام ده كله، كل تحليل امتى بيبتدي يظهر عند الناس، عند بعض الناس، وامتى بيبقى ظاهر عند كل الناس اللي هي الفطرة اللي هو بعدها بيكون قطعي، وايه هي الانواع، 3 انواع. ده يعني مقال مفصل وواضح جدا جدا وباسلوب سهل. السؤال اللي هنا بقى بيقول لك ممكن المصاب يشفى؟ اذا كنت تقصد يا غالي ان الفيروس يروح من جسمه، فطبيا ما عندناش تأكيد على هذا الكلام، وهو في العالم كله حالتين 3 وكتبوا عنها في المجلات العلمية، لكن ما فيش
حاجة تقول لنا ان ممكن المصاب بالفيروس بعد ما يتأكد ان هو مصاب الفيروس ده ممكن يروح من جسمه تمام، لكن المؤكد انه مع العلاج انه يوصل الى مرحلة بسيطة جدا undetected وممكن يعيش حياة طبيعية جدا لفترات طويلة. في ناس عايشة بالفيروس مع بفضل العلاج بقالها 30 سنة، وطبعا لسه معانا الوقت لان الفيروس اساسا نعرفه من حوالي 40-41 سنة، يمكن بعد كده نلاقي ناس عايشة 40-50 سنة بعد التشخيص. الحمد لله رب العالمين. بعد كده في فيديو عن السيلان، مرض السيلان اهم الاسئلة واجابتها، حاولت اجمع في الفيديو دي بعض الاسئلة والاجابة عليها اللي بتدور طبعا في خاطر الناس. من فضلك دكتور هل يتأثر تحليل الدم ده؟ بيعيد السؤال. بعد الصيام وشرب الأدوية بيعيد السؤال. جاوبناك يا غالي على هذا السؤال، ارجع لبقية الفيديو. السؤال المرض بقى هنا اسمه إثقاليل فيروس الورم الحليمي البشري، ما هو معرض؟ كلام حضرتك دكتور مثل كلام الأطباء الإيطاليين بالضبط. طيب ماشي يا سيد، معرفش ده مدح ولا يمكن مدح طبعا لأن إيطاليا معروفة من الدول اللي المستوى الطبي فيها عالي جدا جدا، وبعدين احنا عندنا مصريين يعني احسن من كتير من الايطاليين، بس هي الوسط اللي احنا عايشين فيه يعني، عندنا طبعا اطباء علماء عظام بصراحة في مصر، بالرغم ان الخدمات الصحية متدنية، لكن زي المرور، المرور عندنا مأساة مع ان عندنا خبراء في المرور بيروحوا دول يشتغلوا في دول زي الخليج كده بيخلوا المرور 100%، لكن في مصر النظام كله تعبان. الله يرحم مصر والمصريين وييسر لهم امره. بعد كده الرد على اسئله المتابعين تتم اليوم ده ايه ده؟ ده البوست اللي انا بقول لكم عليه، بحط لكم بوست عشان تبقوا اللي يشوف البوست يبقى عارف ان احنا هنعمل الرد. بعد كده السؤال ده عن البي سي ار وازاي بيتعمل التكنيك بتاع البي سي ار وايه تطبيقاته في كشف الار ان اي في تحديد الـ. بيستخدم بقى في مجالات كتيره جدا، قلت في الفيديو ده بيستخدم في مجالات شتى منها مجالات طبيه ومنها مجالات جنائيه. فالسؤال جميل، ده مش سؤال، ده بيقول الفيديو جميل، شكرا يا انت اللي جميل. مش عارف الاسم ايه، رقية شيخنا، ماشي يا ست رقية كتر الف خيرك. يا رب تكون استفدت. علامة في رجلك انا فيني بي 12، انت فيك بي 12؟ يعني ايه فيك بي 12؟ ماشي، يمكن يقصد في نقص بي 12. يا سيدي اسمع الفيديو واتبع الارشادات اللي فيه. السلام عليكم يا دكتور، اخوكم مصطفى من اليمن، عندي فيروس بي خامل ونسبته 8000. مش فاخر يعني النسبة عندك 8000، ازاي نسبة 8000 وخامل؟ تقصد ايه خامل؟ تقصد ان صحتك كويسة مش خامل؟ طالما النسبة عالية ما يبقاش خامل. الخامل هو النسبة بتاعته تكون بسيطة جدا undetected، ده الخامل، وما يكونش الكبد متأثر لا في تليف ولا في مشكلة في الانزيمات والحاجات دي كلها، ده عشان تقول عليه خامل. لكن كده ده انت لازم تاخد العلاج ان شاء الله، وان شاء الله توصل في يوم من الايام الى انه يبقى خامل حسب التعريف الطبي. السؤال اللي بعد كده عن متى دكتور، السلام عليكم، عن الهرمون التستوستيرون تحت فيديو هرمون التستوستيرون. دكتور السلام عليكم، هل ظهور السقاليل في الجسم بيكون نتيجة نقص الهرمون؟ ارجو الرد. التستوستيرون ما نقصه ما بيعمل سقليل، سقليل ده مرض معدي، ما فيش هرمون ولا اي شيء نقص اي نوع من المغذيات في الجسم يعمل التقليل او الامراض المعدية دي. لازم يكون في فيروس ولازم تتنقل لك العدوى عن طريق شخص اخر. السؤال اللي بعد كده في فيديو الامراض الجنسية الانتقالية، برضو إجابة أسئلة المتابعين. أنا أسئلة المتابعين بحط سؤال، بحط عنوان للفيديو حسب أشهر سؤال أو السؤال المتكرر أكتر. يعطيك العافية دكتور، إذا الواحد صارت معاه علاقة قبل أسبوع في أعراض وألم وعمل فحص كومبو 24 وطلعت النتيجة نيجاتيف، تنفي الإصابة ولو في أعراض
بصوا، احنا قلنا 100 مرة ان الاعراض ليست دليل على وجود الايدز. فاذا التحليل هو اللي بيقول لنا ان عندك الاصابة ولا لا. السؤال ده بقى تحت تحليل السلام السريع بالبيت. طيب هل الراجل مصاب بافرازات من الدبر؟ بيسأل يعني من فتحة الشرج. ممكن تجيك افرازات من فتحة الشرج لو العدوى وصلت الى فتحة الشرج. ما احنا قلنا العدوى بتوصل يا اما في الاجزاء الامامية او في فتحة الشرج، حسب ما الجرثومة بتاعت السيلان بتمشي في الجسم وتوصل. ماشي. فممكن لو اصابت الانسان وصلت لفتحة الشرج يجيله افرازات وهرش والتهابات حوالين فتحة الشرج. السؤال برضو تحت فيديو الامراض الجنسية الانتقالية بيقول شكرا على مجهودك يا سيدي، تسلم وكتر الف خيرك، كلمة طيبة صدقة فعلا. يعني متى يكون تحليل فيروس الايدز اعظم دكتور في الدنيا؟ ماشي يا سيدي، ماشي يا استاذي الفاضل، وانت اعظم متابع في الدنيا ده محمد سيد او محمد سعيد. السؤال بعد كده تحليل الايدز المنزلي برضو. دكتور كلمتك على الموقع بس واضح ان في مشكلة مش عارف ايه، ما يوصل التعليق. دكتور انا ارقام يلي في التحليل قال ادقق عليها، يعني يقصد ان في ارقام في التحليل يدقق عليها. لا، الارقام دي ما تخصكش، ان خصك موجود سلبي او ايجابي ده كل اللي يهمك. اما بخصوص الاسئله في الموقع، فاذا كنت بتحط سؤال في الموقع وما يظهرش فيعرف ان انت عملت حاجه من الاتي: يا اما كررت السؤال 3-4 مرات فالموقع بيعتبره سبام ويروح خافي كل اسئلتك، ماشي، يا اما انت كان النت عندك ضعيف وتصورت ان انت ارسلت السؤال وما بيوصلش. لكن الناس بتروح على الموقع وبتحط الاسئله وبتوصل وبنجاوب عليها، ما فيش اي مشكله، والاولويه لعلمكم هو الاسئله اللي على الموقع بصراحه. يعني يمكن ده يكون اخر سؤال. ابني 11 سنه ده بخصوص التهاب البربخ، فيديو تحت التهاب البربخ الاسباب والاعراض والعلاج. ابني 11 سنه حصل كده معاه ورحت للدكتور مسالك قال التهاب وحبه ميه الخصيه، كتب لي اوجمنتين 3 مرات وامجازة وخلات الرصاص لدان وقال لي اشوفه الاحد اللي جاي. خلاص توكل على الله، خد العلاج وشوفي، روح الدكتور تاني ان شاء الله ابنك يتحسن. يعني هي مش بتسأل سؤال، بتحكي قصة ابنها، فربنا يعافيه. الأمراض الجنسية الانتقالية برضو سؤال تحتيها بيقول عودت تحليل وسترن بلوت بعد 47 يوم. الأخ ده سأل سؤال 100 مرة ما شاء الله في الموقع وعلى التشات وفي كل حتة، سأل السؤال 5-6 مرات في كل حتة وجاوبناه، قلنا له الوسترن بلوت طلع نتيجته سلبة، خلاص يبقى أنت سليم. الوسترن بلوت ويسترن بلوت بيستخدم للتأكيد لما بتعمل تحليل من التحاليل الأجسام المضادة أو الكومبو طلع إيجابي، بتروح تعمل بتعيد التحليل تاني أو بتروح تعمل الويسترن بلوت. إذا ويسترن بلوت طلع سلبي فكده أنت سلبي لأنه تحليل تأكيدي، ظهرت سلبية أو بيقول النتيجة ظهرت سلبية والحمد لله، لكن الإلايزا إيجابية، وإن الإلايزا لا تشخص، الإيجابي تشخص السلبي ولا تشخص الإيجابي، الإيجابي لازم تحليل تأكيدي ليه. ولكن ما سبب إيجابية الإلايز؟ هو كده التحليل مش دقيق، يعني ممكن يطلع، ممكن يختلط فيروس الإيدز المضاد بتاع فيروس الإيدز مع أجسام مضادة أخرى متشابهة ولذلك بيطلع إيجابي. يعني حضرتك بقى عايز تعرف سبب، ما قلت لك سبب إيجابية الإلايزا دي حاجة مش بإيدك أنت وما تقدرش تعمل حاجة، دي حاجة علمية، مضادات لأمراض أخرى أو متشابهات أخرى أو 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 بتطلع. عشان كده بنقول إن الإيجابي فيها لا يعتبر إيجابي إلا بعد إنك أنت تعمل تحليل التأكيد. يمكن السؤال الأخير ده عن يا دكتور هل ألم الحلق من أعراض السيلان؟ لا، ألم الحلق ليس من أعراض السيلان. جزاك الله خيرا زاكي. وبعدين هلا، ماشي تقريبا كده وصلنا للأسئلة اللي احنا جاوبناها قبل كده.
لا في سؤال اهو عن فيتامين بي 12 ما جاوبناهوش قبل كده. بيقول يا دكتور اعراض الزياده نفس اعراض النقص، لذلك الصعب. لا ما يعني الاعراض الزياده مش نفس اعراض النقص، لكن انت سيان عندك اعراض هنا كانت نتيجه زياده او كانت نتيجه نقص وخدت علاج وما ارتحتش وما بتعمل تحليل، والتحليل بيقول لك ان عندك نقص ولا عندك زياده. النقص دي حاله تسمم من الفيتامين، ماشي، والاعراض بتاعتها مختلفه الى حد ما. كده خلصنا الاسئله. اشكركم على وقتكم الطيب اللي بتقضوه معايا في مشاهده الفيديوهات. رجاء وليس امرا ان اللي يشوف الفيديو يبقى يتفضل، طبعا اللي مش مشترك ده يشترك ان شاء الله، ويعمل شير للفيديو لاصحابه وحبايبه، ويعمل لايك، وان شاء الله اشوفكم عما قريب في فيديوهات القادمة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.